سعيدة جدا باستضافتي من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي خصني بهذا التكريم. أسأل الله تعالى أن يجعلني قدوة لكل أطفال الجزائر وأن يوفقني لتمثيل بلد الجزائر أفضل تمثيل ورفع راية بلاد الجزائر عاليا في المحافل الدولية عدة مرات، وأودي هذا التتويج لبلدي الحبيب الجزائر. أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل سوء. أود أولا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا الجزائر من كل سوء، وأسأله أن يؤلف بين قلوبنا ويرفع عنا البلاء والوباء. أود أن أشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه الالتفاتة الرائعة التي كانت بمثابة حافز وداعم لتحقيق الأفضل. عندما جئنا للقصر الرئاسي واستقبلنا الرئيس كانت مفخرة وشرف كبير جدا، يعني شعور رائع، يعني أي واحد يكون في بلاصتنا يشعر بهذا الشعور. اليوم أنا جيت سعيد جدا باستقبال الرئيس وبتكريمنا وبهذا الدعم المعنوي الذي قدموا لنا، هو عبارة عن دعم للطفل الجزائري. نحن كانت عندنا رسالة واللي دائما نقولها، اللي هي سنقدم للإنسانية أجيال من القادة والعلماء. احنا رانا نساهم في مجال الحساب الذهني بالنسبة للأطفال، بالنسبة للطفل الجزائري إن شاء الله سنعمل على أن يكون الأثر أكثر والانتشار أكبر والنتيجة تصل لكل الأولياء في كل مكان من هذا الجزائر الحبيبة إن شاء الله.